بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذه يا أحبابي قراءة متواصلة لكتاب إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام للحافظ الفقيه تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. وكنا قد انتهينا في لقائنا السابق من كتاب الصلاة، باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وقفنا على الباب الذي يليه، وهو باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. ولعلنا يعني في هذا المقام نذكر طرفة نبدأ بها حديثنا ولقاءنا لعز الدين ابن عبد السلام. فإنه كان من عادته رحمه الله تعالى إذا قرأ أو أقرأ شيئا من الكتب، إذا وقف عند باب يقرأ منه شيئا قليلا. يعني على سبيل المثال، وقفنا احنا في المرة الماضية عند باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود، فلا بد وأن يقرأ ولو شيئا يسيرا من هذا الباب. وكان يقول: نحن لا نحب الوقوف على الأبواب، نحن لا نحب الوقوف على الأبواب. قال الحافظ عبد الغني المقدسي صاحب عمدة الأحكام: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثلاثا، أي حدث ذلك ثلاث مرات. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره، فعلمني. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. انتهى الحديث. وقبل أن نشرع في كلام المؤلف أو في كلام الشارح، نحب أن نقدم ببعض القواعد الأصولية التي ربما لم يذكرها المصنف في ثنايا كلامه. أولاها أن هذا الحديث مما استدل به على أن البيان القولي أقوى من البيان الفعلي، وهذه مسألة سبق وأن ذكرناها مرارا فيما سبق، الخلاف بين أهل العلم أيهما أقوى في البيان، القول أم الفعل. ورجحنا آنذاك أن البيان الفعلي أقوى من البيان القولي، لكن من قال أن البيان بالقول أقوى قالوا هذا الحديث دليل عليه، فإن المقام مقام تعليم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بإمكانه أن يريه فيقوم ويصلي ركعتين أمامه، لكنه آثر أن يعلمه عن طريق القول. هذه قاعدة أصولية أحببنا أن نبدأ بها قبل وأخشى أن أنساها، فلذلك بدأنا بها. قال الشارح: الكلام على هذا الحديث من وجوه. الأول: فيه الرفق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،
وهذه قاعدة شريفة ينبغي لكل مسلم ومؤمن أن يستحضرها، وهو الرفق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الرفق في الأمر كله، ومن هذه الأمور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال المؤلف: فإن النبي صلى الله عليه وسلم عامله بالرفق فيما أمره به، كما قال معاوية بن الحكم السلمي: فما كهرني. وهذا الحديث المشهور المعروف رواه الإمام مسلم في صحيحه عن معاوية أنه قال: بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: يا ثكل أماه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتوني لكي أسكت سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى من صلاته: فبأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، والله ما كهرني ولا شتمني. وقال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إلى آخر الحديث. وكهرني بمعنى زجرني ورفع صوته علي صلى الله عليه وسلم، فوصف فيه رفق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال في الأعرابي: لا تزرموه. وهذا حديث مر بنا سابقا، وهو أيضا حديث مشهور، أن أعرابيا دخل المسجد فبال، فأوشك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يزجروه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه. والزرم هو القطع، أي لا تقطعوه عن بوله صلى الله عليه وسلم. ولما انتهى بين له النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعنفه صلى الله وسلم عليه، صلى الله وسلم وبارك عليه. قال: وفيه حسن خلق النبي، حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تكرار رد السلام مرارا إذا كرره المسلم، كما ورد في بعض طرقه مع الفصل القريب. فهناك روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه، وها هنا لم يذكر الحافظ عبد الغني المقدسي هذه الرواية، ولعلنا نذكر هذه من قبيل الفائدة. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: في كل المواضع التي نقل فيها الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث، فإنه أورد فيه أنه رد السلام، رواية فرد السلام، وفي رواية فقال: وعليكم السلام ورحمة الله. قال: ومن هذه الطرق الطريق الذي أورده الإمام البخاري في صفة الصلاة أو في باب الصلاة. قال: وكأن ابن المنير، وهو شارح لصحيح البخاري، قال: لم يقف على هذه النسخة، فيما يظهر أن النسخة التي اعتمد عليها ابن المنير سقط منها فرد السلام، أو وقال عليه السلام، قال عليه الصلاة والسلام: وعليكم السلام ورحمة الله. فلذلك بنى ابن المنير على هذه الرواية التي ليس فيها رد السلام، قال: كأنه فيه تعليم لمن، فيه تعليم لمن أساء في صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه السلام. قال الحافظ ابن الحجر: مع أن رد النبي صلى الله عليه وسلم للسلام موضوع موجود في هذا الموقع أو في هذا الباب من باب الصلاة في صحيح البخاري، وكأنه سقط من نسخة ابن المنير فبنى عليها هذا الحكم. قال: وكأن الحافظ عبد الغني المقدسي أيضا قد اعتمد على نسخة فيها هذا السقط،
اعتمد على نسخة فيها هذا السقط، وإلا ففي صحيح البخاري في هذا الباب باب الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم رد السلام. ولعل هذه فائدة أيضا يستفيد منها طلاب العلم في باب التحقيق أو في منهج التحقيق، أن جمع النسخ جمع نسخ المخطوط مفيد غاية الإفادة في هذا المقام. وحسبك أن ابن المنير رحمه الله تعالى غلط هذه الغلطة وبنى عليها حكما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد على هذا الرجل السلام. وهذا الحديث أيضا الذي بين أيدينا حديث مشهور معروف يختصره أهل الفقه في مصنفاتهم بقولهم حديث المسيء صلاته. فإذا اخطأ يختص، دائما تجد في كتب الفقه والأصول يقولون حديث المسيء صلاته، ويقصدون به هذا الحديث. لذلك هذا الحديث يعد عمدة عند الفقهاء كما سيتبين من خلال الكلام الآتي للشارح رحمه الله تعالى. فإن أهل الفقه قاطبة قد اعتمدوا اعتمادا كبيرا على هذا الحديث، وسيتبين وجه اعتمادهم على هذا الحديث من خلال سياق هذا التحقيق البليغ الذي أورده ابن دقيق العيدي في أكثر من صفحة ونصف أو صفحتين. وهذا التحقيق سنقرأه لأن فقراته ومسائلها آخذة برقاب بعض، بمعنى أن هذا التحقيق في صفحتين لا يستغني مسألة لا تستغني مسألة عن سابقتها، فكل مسائلها مرتبطة بعضها ببعض وآخذة برقاب بعضها البعض. فسنقرأه نقرأ هذا التحقيق والذي قال فيه الفاكهي: وهذا تحقيق بلغ الغاية، يعني ما بعده تحقيق آخر. سنقرأه ثم نفقره، أي نذكره على فقرات اختصرتها حتى يسهل فهمه. ولعل هذه أيضا طريقة أدل بها طلاب العلم، فإن طائفة من المحققين كابن تيمية وعز الدين بن عبد السلام وابن دقيق العيد ونحن ربما أطالوا أحيانا التقرير والتحقيق، بحيث إن القارئ إذا قرأ سرعان ما يتشتت ذهنه من تداخل هذه المسائل بعضها لبعض. لذلك يستحسن في هذا المقام أن تأخذ بورقة وقلم ثم تفقر كل فقرة على حدى، ثم تقرأه وستجد أن مسائلها قد بانت أحسن بيان واتضحت أحسن الوضوح. وهذا التفقير سأذكره إن شاء الله تعالى بعد قليل. قال المؤلف الثاني: تكرر من الفقهاء الاستدلال على وجوب ما ذكر في الحديث وعدم وجوب ما لم يذكر فيه. فأما وجوب ما ذكر فيه فلتعلق الأمر به، وأما عدم وجوب غيره فليس ذلك لمجرد كون الأصل عدم الوجوب، بل لأمر زائد على ذلك، وهو أن الموضع موضع تعليم وبيان للجاهل وتعريف لواجبات الصلاة، وذلك يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكر. ويقوي مرتبة الحصر أنه صلى الله عليه وسلم ذكرت ما تعلقت به الإساءة من هذا المصلي، وما لم تتعلق به إساءته من واجبات الصلاة. وهذا يدل على أنه لم يقصر المقصود على ما وقعت فيه الإساءة فقط. فإذا تقرر هذا، فكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه وكان مذكورا في هذا الحديث فلنا أن نتمسك به في وجوبه، وكل موضع اختلفوا في وجوبه ولم يكن مذكورا في هذا الحديث فلنا أن نتمسك به في عدم وجوبه،
لكونه غير مذكور في هذا الحديث على ما تقدم، على ما تقدم من كونه موضع تعليم، وقد ظهرت قرينة على ذلك على قصد ذكر الواجبات. وكل موضع اختلف في تحريمه فلنا أن نستدل بهذا الحديث على عدم تحريمه، لأنه لو حرم لوجب التلبس بضده، فإن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، ولو كان التلبس بالضد واجبا لذكر ذلك على ما قررناه، فصار من لوازم النهي الأمر بالضد، ومن الأمر بالضد ذكره في الحديث على ما قررناه، فإذا انتفى ذكره أعني الأمر بالتلبس بالضد انتفى ملزومه وهو الأمر بالضد، وإذا انتفى الأمر بالضد انتفى ملزومه وهو النهي عن ذلك الشيء. فهذه الطرق الثلاث أو الثلاث طرق يمكن الاستدلال بها على شيء كثير من المسائل المتعلقة بالصلاة، إلا أن على طالب التحقيق في هذا ثلاث وظائف. أحدها أن يجمع طرق هذا الحديث ويحصل الأمور المذكورة فيه ويأخذ بالزائد فالزائد، فإن الأخذ بالزائد واجب. وثانيها إذا قام دليل على أحد أمرين، إما الوجوب أو عدم الوجوب، فالواجب العمل به ما لم يعارضه ما هو أقوى منه، وهذا في باب النفي يجب التحرز فيه أكثر، فلينظر عند التعارض أقوى الدليلين فيعمل به. وعندنا أنه إذا استدل على عدم وجوب شيء بعدم ذكره في الحديث جاءت صيغة الأمر به في حديث آخر، فالمقدم صيغة الأمر، وإن كان يمكن أن يقال الحديث دليل على عدم الوجوب وتحمل صفة الأمر على الندب، لكن عندنا أن ذلك أقوى، أي الأول، لأن عدم الوجوب متوقف على مقدمة أخرى، وهو أن عدم الذكر في الرواية يدل على عدم الذكر في نفس الأمر، وهذه غير المقدمة التي قررناها، وهو أن عدم الذكر يدل على عدم الوجوب، لأن المراد ثمة أن عدم الذكر في نفس الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على عدم الوجوب، فإنه موضع بيان، وعدم الذكر في نفس الأمر غير عدم الذكر في الرواية، وعدم الذكر في الرواية إنما يدل على عدم الذكر في نفس الأمر بطريق أن يقال لو كان واجبا بمعنى لذكر، أو بأن الأصل عدمه، وهذه المقدمة أضعف على الوجوب، وهذه المقدمة أضعف من دلالة الأمر على الوجوب. وأيضا فالحديث الذي فيه الأمر إثبات لزيادة فيعمل بها، وهذا البحث كله بناء على إعمال صيغة الأمر في الوجوب الذي هو ظاهر فيها، والمخالف يخرجها عن حقيقتها بدليل عدم الذكر، فيحتاج الناظر المحقق إلى الموازنة بين الظن المستفاد من عدم الذكر في الرواية وبين الظن المستفاد من كون الصيغة للوجوب، والثاني عندنا أرجح، وثالثها أي القيود الثلاثة للتحقيق السابق أن يستمر على طريقة واحدة ولا يستعمل في مكان ما يتركه في آخر فيتثعلب نظره. النسخة التي عندي وعند الإمام الصنعاني هكذا يتثعلب نظره، وفي نسخ أخرى فينقلب نظره، ومن نقله علي بن دقيق العيد نقله على أنه ينقلب نظره. وإذا أسعفنا الوقت لعل لا نقف عند يتثعلب، لأنها من لطائف التعبير، هي بمعنى يتقلب ينقلب نظره، لكن عبر عنه بما يفعله الثعالب.
قال فيتثعلب نظره، وأن يستعمل القوانين المعتبرة في ذلك استعمالا واحدا، فإنه قد يقع هذا الاختلاف في النظر في كلام كثير من المتناظرين. هذا تحقيق في صفحتين، قرابة الصفحتين. وقلنا أن هذا التحقيق والتقرير الذي أورده ابن دقيق العيدي لا يستغني أوله عن أوسطه عن آخره، فكله آخذ بتلابي، كل آخذ بعضه برقاب بعض. ولعلنا نوجزها في هذه الفقرات الآتية. أسلفنا قلنا أن هذا الحديث يختصره أهل الفقه بقولهم حديث المسيء صلاته، ويجعلونه أصلا. كيف يعني أصل؟ بمعنى يحتكمون إلى هذا الحديث، لا بمعنى أنهم يأخذون به دون غيره، لكن يجعلون هذا الحديث هو الأصل الذي يعمل به. فمن جاء بزيادة أو نفى شيئا فهو المطالب بالدليل، لأن الأصل وهو هذا الحديث معه. لذلك يقول الشيخ في هذا المقام: وهذا الحديث أصل في معرفة ما هو واجب وغير واجب في الصلاة. أما الوجوب في هذا الحديث فإنه أخذ من دلالة الأمر، قوله صلى الله عليه وسلم: اقرأ، اركع، اسجد. ومن المعلوم عند الأصوليين والفقهاء أن المعروف والمشهور أن الأمر للوجوب، أن الأمر ظاهره للوجوب. وهناك قول مرجوح أنه للندب، لكن ها هنا الوجوب أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل المسيء صلاته: اركع واسجد، إلى آخر ما ورد في الحديث. الفقرة الثالثة: وعدم الوجوب أيضا يؤخذ من هذا الحديث. وعدم الوجوب يبنى على أثرين أو على اعتبارين. أولا، أن الأصل عدم الوجوب ويستصحب هذا الأصل، الأصل براءة الذمة. فلذلك نقول ما لم يذكر في هذا الحديث فهو غير واجب لاعتبارين، لأصلين: الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة ويستصحب هذا الأصل. والثاني، وهو كأنه الأهم عند الشيخ، أن المقام مقام بيان وتعليم لواجبات الصلاة، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فلما كان المقام مقام بيان وتعليم دل ذلك على أن الوجوب منحصر في هذا الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل. إذن عدم الوجوب وعدم الوجوب الأصل أن يؤخذ من هذا الحديث. ادعى المؤلف الحصر، وكأن في نفسه شيء من هذا الحصر، قال: وربما ما يقوي هذا الحصر، وأن هذا الحصر يعني حصر الواجبات في هذا الحديث، أنه حصر الواجبات يحتاج إلى دليل. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بين له من أفعال الصلاة ما تعلقت به الإساءة وما لم تتعلق، حين علمه النبي صلى الله عليه وسلم، ما اكتفى صلى الله عليه وسلم بتعليمه ما أساء فيه، لكن علمه ما أساء وما لم يسئ فيه. قال: وهذا الأمر يقوي دلالة الحصر، وأن الواجبات محصورة في هذا الحديث، أن الواجبات محصورة في هذا الحديث. وربما يبقى في النفس شيء يعني من قول الشارح ها هنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ما أساء وما لم يسئ، وذلك لأن
رواة الحديث لم يبينوا أوجه الخلل في صلاة هذا الرجل، لكن استنبط أهل الحديث حين ترجموا في أبواب الحديث، قال كما فعل البخاري، قال وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود، فكأنهم أخذوا يعني من ظاهر هذا الحديث أن الرجل كان ينقر صلاته نقرا. لكن الإمام الصنعاني في هذا يقول، قال فلينظر، لأنني قال لم أقف على رواية من أحد من الصحابة تبين وجه الخلل في صلاة هذا الرجل. فلذلك قول المؤلف أنه علمه ما أساء وما لم يسئ فيه يحتاج إلى شيء من التأمل والنظر، فإن هذا يحتاج إلى دليل. الفقرة الخامسة: هذا الحديث كما أنه أصل لمعرفة الواجب وغير الواجب، لكنه نافع كل النفع لرفع النزاع بين أهل الفقه فيما اختلف فيه من واجبات الصلاة. فلذلك جعله المصنف أو المؤلف رحمه الله تعالى أصل وحكم للخلاف فيما وجب ولم يجب. قال فما لم يذكر في الحديث، الشيء الذي لم يذكر في الحديث يتمسك به على أنه غير واجب. إذا تنازع أهل الفقه، وسيأتي إن شاء الله تعالى أمثلة له، لأن المصنف ذكر أمثلة فيما اختلف فيه أهل الفقه وأهل العلم في بعض واجبات الصلاة اختلفوا، وسيتبين إن شاء الله تعالى بالأمثلة. قال هذا أصل، فما ذكر فيه فهو واجب، وما لم يذكر فيه فهو غير واجب، وبذلك يحتكم إلى هذا الحديث في رفع النزاع بين أهل العلم. ونبه مع استحضار، أنك تستحضر، يعني حين نقول هذا الحديث أصل أيضا لرفع الخلاف والنزاع، لا تنسى أن المقام مقام تعليم وبيان، ولا يجوز، وهذه قاعدة عند أهل الأصول، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. سادسا، الفقرة السادسة: قال وكذلك الحديث، يعني معنى كلامه، وكذلك الحديث أصل لرفع النزاع فيما يحرم في الصلاة. إذا كان هو أصل في رفع النزاع فيما يجب وما لم يجب في الصلاة، فهو كذلك أصل لرفع النزاع بين أهل العلم فيما يحرم في الصلاة، فيستدل بالحديث على عدم تحريمه للقاعدة المعروفة أن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، وهي قاعدة كما قال الصنعاني قاعدة طويلة الذيل، قاعدة عظيمة وفيها خلاف عظيم بين أهل العلم. هل أن إذا نهى النبي صلى الله عليه إذا نهت الشريعة عن شيء وكانت له أضداد، فإن النهي عن هذا الشيء هو أمر بأحد أضداده، وإذا كان هذا النهي له ضد واحد كان أمرا به. ولعلنا نذكر هذا من قبيل الفائدة من المسائل المخرجة على هذا الأصل، والمسائل المخرجة نوردها تقريبا وتعريفا لهذه القاعدة: الخلاف بين الحنفية والشافعية في وجوب النكاح أو وجوب الزواج، فإن الحنفية يرون أن الزواج أو النكاح واجب. قالوا لأن الشريعة نهت عن الزنا، والزنا له ضد واحد،
وهو النكاح والزواج. فلذلك لما نهى الله ولا تقربوا الزنا كان ذلك والزنا حرام، كان ذلك دليلا على وجوب النكاح. والشافعية في هذا المقام يقولون أن النهي عن الزنا له أضداد عدة مو فقط النكاح. إذا انتهى عن الزنا فله أن ينشغل بكثير من المباحات، فهذا تصوير لأصل القاعدة حتى يتبين. الشاهد أن المؤلف ها هنا يقول هذا الحديث أصل في رفع النزاع فيما يحرم في الصلاة، فيستدل بالحديث على عدم تحريمه للقاعدة أن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده. فلو حرم، لو قيل والله هذا الفعل حرام في الصلاة، لوجب للمرء للمصلي أن يتلبس بضده، ولو كان التلبس بالضد واجبا لذكر في الحديث، فإن من لوازم النهي الأمر بالضد. فقول المؤلف ها هنا من لوازم النهي الأمر بالضد هو إشارة أيضا إلى خلاف بين الأصوليين، هل الأمر بالشيء إذا كان الأمر بالشيء نهي عن ضده، أو إذا كان النهي عن الشيء أمر بضده، هل هذا الأمر والنهي عن طريق المطابقة أو عن طريق الالتزام؟ وجمهور أهل العلم على أنه يدل النهي عن الشيء على أنه أمر بضده بطريق الالتزام لا بطريق المطابقة، وكأن المؤلف يختار هذا. لذلك يقول فإن من لوازم، يعني بمعنى دلالته دلالة التزام لا دلالة مطابقة، قال فإن من لوازم النهي الأمر بالضد، ولو كان واجبا أي التلبس بالضد لذكر في الحديث. ولم يأتي المؤلف بمثال، ولعلي وأعتذر والله إن كان المثال لا يصح، لكني أحسبه يصح، وهي المسألة السابقة التي ذكرناها، وهي إطالة الرفع من الركوع، الاعتدال بعد الركوع. ألم يقل الشافعية في ذلك المقام أن الرفع من الركوع حرام إذا أطاله ويقطع الصلاة ويبطلها؟ قالوا لا يجوز، يحرم أن يطيل، وهذا هو المذهب. وقلنا أنه خلاف نص الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فإنه يراه مكروها، لكن الشاهد أن هذا هو المذهب، أنه تحرم أو يحرم على المصلي إطالة الاعتدال من الركوع. فلنأتي بهذا كمثال على ما أورده المؤلف ها هنا، وهي نقول اختلفوا فيه. فإن للجمهور أن يقول في هذا المقام إذا كان حراما وجب على المصلي أن يتلبس بضده، ولو كان التلبس بالضد وهو عدم الإطالة واجبا لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فكان ينبغي بناء على هذه القاعدة أن يقول صلى الله عليه وسلم حين قال ثم ارفع حتى تعتدل قائما، أن يقول في وقت قصير أو نحوه من العبارات، بمعنى يأمره أن يكون الاعتدال قصيرا، أن يكون الاعتدال قصيرا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر ذلك، فلذلك إذا صح المثال الذي أوردته في هذا المقام فيحتكم إلى هذا الحديث. نقول الأمر النهي عن الشيء أمر بضده، فلو كان الإطالة بعد الركوع محرمة لوجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر به، فدل ذلك على أنه غير على أنه غير على أن الإطالة في الركوع غير الإطالة بعد الركوع غير محرمة.
طبعا هذا نورده كمثال، وإلا الأحاديث التي سقناها سابقا فيما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من إطالة الرفع بعد الركوع فيها كفاء. هذا التقرير والتحقيق الذي أورده الشيخ في هذا المقام، قال طالب التحقيق عليه إذا استحضر هذه المقدمات عليه ثلاث وظائف، لا بد كذلك أن يأتي بالآتي حتى يكون تحقيقه على التمام والكمال. قال أولا أن يجمع أو أن تجمع أو أن يجمع المحقق طرق الحديث فيأخذ بالزائد، لأن من المعروف عند أهل الحديث وأهل الأصول أن زيادة الثقة واجبة، بمعنى تبحث عن كل طرق هذه الأحاديث وترى ما هو زائد، لأن هذا الحديث له طرق كثيرة. واللفظ الذي أورده الحافظ عبد الغني إنما أورده لأنه اتفق عليه الشيخان، وإلا هناك طرق صحيحة فيها زيادة على ما ذكر في هذا الحديث، وذكرنا سابقا أن هذه من عادة الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، فإنه قال في هذا وقال وامتثلت لكلامه، امتثلت لهذه النصيحة، قال فجمعت طرقه، قال فوجدت ما يلي، قال الذي لم يذكر في هذا الحديث من أفعال الصلاة، وهذه الأفعال مجمع عليها، هذه الأفعال مجمع عليها، قال لم تذكر النية، ولم يذكر كذلك القعود الأخير في التشهد الأخير، لم يذكر في هذا الحديث، وهذان الفعلان في الصلاة متفق عليه. قال كذلك لم يذكر في طرق هذا الحديث مما اختلف فيه أهل العلم ثلاثة أيضا: التشهد، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والسلام حين الانتهاء من الصلاة. قال هذه الثلاث. طبعا أما الأمر المجمع عليه ولم يذكر، يعني بعض الحفاظ بعض الفقهاء حمله، قال لعل إذا قلنا مجمع عليه بمعنى توافرت الشريعة على إقراره، ما في خلاف بين أهل العلم فيه، فقال النووي في هذا المقام لعله لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم لأن الرجل كان يعرفه فلم يذكره يعني في هذا المقام. لكن على كل الأحوال جمع الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى طرق هذا الحديث، فوجد هذه الأفعال الخمسة هي التي لم تذكر، اثنان منها متفق عليها بين أهل العلم، وثلاثة موضع نزاع. إذن طالب التحقيق أولا لابد أن يجمع طرق الحديث. قال ثانيا إذا أقام الدليل من خارج على الوجوب وعدمه عمل به، قلنا الأصل الاحتكام إلى هذا الحديث، لكن نحن نأخذ بالزيادات ما ورد في أحاديث أخر نأخذ بها. فلذلك يقول المؤلف إذا أقام الدليل من خارج هذا الحديث وطرقه على الوجوب وعدمه عمل به، ويتأكد هذا في باب النفي، قال فيتحرز عن القول بعدم الوجوب لأنه عدم ذكري في الحديث. في كل الأحوال إذا ورد حديث آخر فيه زيادة واجب أو فيه نفي دلت على الوجوب أو عدمه فإنه يؤخذ، لكن كأن المؤلف أكد على باب النفي، قال وهذا يتأكد في باب النفي إذا كان منفيا. ولعله الصنعاني يعني أورده على وجه
آخر أو أوله تأويلا آخر، لكن والله أعلم ولا أتقدم والله عليهم، لكن فيما يظهر والله أعلم أن قوله يعني هذا يتأكد في باب النفي، وذلك لأن الحضر مقدم، لأن الحاضر مقدم على المبيح، لعله لهذه القاعدة، لأن مقام الحضر أقوى من مقام الإباحة والإيجاب، فربما قال يتأكد في هذا الباب. كلها مطلوبة، كل زيادة ترد في حديث آخر يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ سواء في الوجوب أو عدمه. قال لا بد من هذه المقدمات، ثم أورد المؤلف تحقيقا اختاره، قال إذا استدل على عدم الوجوب من هذا الحديث لعدم ذكره، نقول والله هذا الفعل في الصلاة غير واجب لأنه لم يذكر، ثم جاءت صيغة أمر من حديث آخر قال تقدم صيغة الأمر، تقدم صيغة الأمر، ثم رد أو أورد توجيها أو وجها لأقوال لبعض أهل العلم، يقولون إذا لم يذكر في هذا الحديث ثم جاء أمر، والمقام مقام تعليم لا تنسى، كنها من هذا على ذكر، والمقام مقام تعليم، والمقام مقام تعليم وبيان، ولم يذكر هذا، ثم جاء في نص آخر أمر بفعل لم يرد في هذا الحديث، قال فإنا نحمله على الندب لا على الوجوب. ليش؟ قال لأن عدم ذكره في هذا الحديث قرينة تصرفه عن ظاهره من الأمر إلى الندب، لذلك قال وربما قيل يجعل عدم ذكره قرينة تصرف الأمر إلى الندب، لكن المؤلف لم ير هذه القرينة تقوى على صرف ظاهر الأمر من الوجوب إلى الندب، فرجح أنه يقدم الأمر ولا يجعل عدم ذكره في هذا الحديث قرينة تصرف ظاهر الأمر عن الوجوب. ثم علل سبب هذا التقديم، قال أن عدم الذكر في الرواية يدل على عدم الذكر في نفس الأمر إلى آخر ما ذكرناه، وأصدقكم القول أنه أشكل علي في هذا المقام، أشكل علي في هذا المقام وما تبين، وحتى يعني حين رجعت إلى كلام الصنعاني وكأنه كرر نفس الكلام، وفيما يظهر حتى الصنعاني يعني أشكل عليه هذا الكلام. قال أن عدم الذكر في الرواية المقام الآن، لما قدم المؤلف يرى أن تقديم الأمر إذا قيل هذا الفعل لم يذكر في هذا الحديث ثم جاء في حديث آخر ما الأمر به، قال يقدم الأمر، يقدم الأمر، قال القاعدة أن الأمر للوجوب. طيب عدم ذكره هنا ترجيح، فرجح دلالة الأمر على الوجوب على عدم ذكره في هذا الحديث، وعلل ذلك بقوله أن عدم الذكر في الرواية يدل على عدم الذكر في نفس الأمر، بأن يقال لو كان واجبا لذكر، أو أن الأصل عدم الوجوب، وهذه المقدمة أضعف من دلالة الأمر على الوجوب. وفيما فهمته من كلام المؤلف في هذا المقام من المعلوم أن القاعدة إذا احتاجت إلى مقدمات لاستحضارها تضعف، وأظنها حتى يعني في العلوم الوضعية ونحوها كل شيء يطول طريقه يصعب، يكون صعبا،
دلالة الأمر على الوجوب هذه قاعدة مقررة ما فيها مقدمات، لا مقدمات فيها. لكن إذا قلنا هذا الحديث لم يذكر فيه هذا الفعل، لم يذكر فيه هذا الفعل، وإذا لم يذكر دل ذلك على عدم الوجوب، فهذه مقدمة، بمعنى علمنا عدم وجوبه لعدم ذكره في الرواية. فلما كان الأمر على هذا الوجه احتاج المقام إلى موازنة، قال أنا أقدم دلالة الأمر وأنها تدل على الوجوب على هذا الاستدلال، وهو استدلال لا شك أنه صحيح، لكن هذا الاستدلال وهو عدم الذكر في هذه الرواية يحتاج إلى، يقوم على مقدمة، وكل شيء يحتاج إلى مقدمة، وكل شيء يحتاج إلى مقدمة، وكل شيء يحتاج إلى مقدمة، فإنه وكل شيء يحتاج إلى مقدمة فإنه يضعف الاستدلال به. فلذلك قدم المؤلف دلالة الأمر على في هذا المقام، والأمر يحتاج إلى نظر، فإن كلام المؤلف في هذا المقام يحتاج، ومن وقف على توجيه أنفع مما ذكرته فليوجهني به، جزاه الله تعالى خيرا. قال ثم من وجه آخر، يعني تقديم دلالة الأمر، إذن المقام مقام موازنة، قدم دلالة الأمر على عدم ذكره في الحديث، قال لأن فيه في هذا الحديث الآخر إثبات زيادة، ومن المعلوم عند أهل الحديث وأهل الفقه وأهل الأصول أن زيادة الثقة مقبولة، زيادة الثقة مقبولة. فلذلك لهذين الاعتبارين، أولا دلالة الأمر، ثم أن هذا الحديث الآخر رواه ثقة وزيادة الثقة مقبولة، فلذلك نقدمه إذا دل الأمر على وجوبه. ثم قال وهذا كله مبناه إذا كان الناظر والمحقق يرى أن دلالة الأمر للوجوب، وهذا قول جمهور أهل العلم، وكأنه يشير إلى أن من يرى أن دلالة الأمر على الندب يعني لا يحتاج إلى هذا التقرير الأخير، فإنه سيحمله مباشرة على الندب. لكن هذا كله إذا كان الناظر يرى أن الأمر للوجوب، فإذا كان الأمر للوجوب ما تخرج هذه الدلالة، لا تستطيع أن تخرج هذا الأمر أو عن هذا الأمر عن ظاهره لمجرد أنه لم يذكر في هذا الحديث. لذلك قال وهذا البحث كله بناء على إعمال صيغة الأمر في الوجوب الذي هو ظاهر فيها، والمخالف يخرجها عن حقيقته. إذا كان يرى أن الأمر للوجوب لكن جعل هذه قرينة عدم ذكر هذا الفعل في حديث المسيء صلاته، جعلها قرينة تصرف ظاهر الأمر على الوجوب، قال فيحتاج الناظر المحقق إلى الموازنة بين الظن المستفاد من عدم الذكر في الرواية وبين الظن المستفاد من كون الصيغة الوجوب، قال والثاني عندنا أرجح أن دلالة الأمر تبقى على ما هي عليه، تبقى دلالتها على الوجوب ولا تخرج عن ظاهرها. ثم ثالث هذا وهو مهم، قال أن يستمر على طريقة واحدة، يعني ما يتشهى، الميزان واحد، الميزان
ميزان واحد، إذا سرت فسر على طريقة واحدة، ولا تستعمل في هذا الفعل في الصلاة غير ما تستعمله في هذا الفعل الآخر. إذا سلكت منهجا لك أن تسلك المنهج الذي اعترض عليه الشيخ هاهنا أو رجح خلافه، وتقول والله أنا كل أمر يأتي، يعني كل أمر يأتي من حديث آخر فإني أحمله على الندب، وإن كان ظاهر الأمر للوجوب لكن أجعل هذا قرينة، هذا الحديث عدم ذكري في هذا الحديث قرينة تصرفه عن ظاهره من الوجوب للندب، لك ذلك. لكن قال استمر على طريقة واحدة. كذلك في الأفعال، هذا الفعل، هذا الفعل، إذا هل ذكر هذا الفعل أو لم يذكر، سر على منهج واحدة وطريقة واحدة، ولا تستعمل في مكان ما تتركه في آخر. قال فيتثعلب نظره، هي بمعنى ينقلب نظره، لكن يتثعلب وجدت في هذه النسخة وفي نسخة الصنعاني رحمه الله تعالى، وربما كان هذا أقرب إلى فصاحة الشيخ. ابن دقيق العيد فصيح، ابن دقيق العيد أديب لغوي، يتبين ذلك في هذا الكتاب ويتضح أكثر في شرحه للإلمام، ومن ترجم له نقل له يعني في من 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 من, من أبيات الشعر الشيء اللطيف. لكن ها هنا قال يتثعلب نظره، بمعنى يكون كالثعلب، ها يتقلب ويمكر ها هنا ويمكر في هذا ويتقلب وهكذا. قال فيتثعلب نظره، وإذا قلت ينقلب نظره أيضا يتقلب نظره، يأتي ها هنا بحكم وها هنا بحكم. قال وأن يستعمل القوانين المعتبرة في ذلك استعمالا واحدا، فإنه قد يقع هذا الاختلاف في النظر في كلام كثير من المتناظرين، أي أن كثيرا من المتناظرين إذا جاء في موقع في مقام التحقيق يتقلب نظره، فيذكر هاهنا ما لا يذكره في الآخر. وهذا الذي يسمى في منهج التحقيق وفي منهج التأليف، أن نقول سر على منهج واحد، وهذا يؤخذ عليه يعني في كتابة البحث العلمي، نقول خلاص سرت على من، لك أن تختار من المنهج ما تروي طالما أنه سائغ ومقبول، لكن ما تتقلب، تأتي هنا فتختار منهج، وتأتي هنا وتختار منها، فيتثعلب نظره ويتقلب نظره. معنى ذلك أن تقلب النظر يدل على أن الأمر تشهن ولم يكن عن تحقيق. كنت أحسب أن المقام يسع إلى ذكر الأمثلة التي وعدتكم بأن المؤلف قد ذكرها، لكن كأن الوقت قد ضاق بنا، ولعلنا نلتقي في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، ونكمل هذا البحث النفيس وهذه الأمثلة التي أوردها الشيخ في هذا المقام، حتى نلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.